كدي مركي ما أنت شلا هيد حكومة ده سومال لأن يكون له وقضي إن أي حق يحقوق حي الهاي إن أي سين دون تو شغالها دي كده مجال ده بربركة هالقلا أي مانتا شغالها سيو حي سوي مدين بنك ده حي مجال ده بربرة هرتيسة شغالها كلا دون إيه كهالقلا دي كده مجال ده بربرة أي أنا عبش كم وشيء إن أي حق أي هلين وأنت بده وقصة وضع بحين ما ملك سرية دي كده مجال ده بربرة وشغيو إن حقي سنة كي لبضة بلوضها أي حق الله هاين إن لقد جي هل بالأوكلية هل كان سنة كي أي قادم دونان بالكلية أو حقه ده يجو كدو ذي سيدا أي سعف الدو شيئين إن سنة والبا أنا يجو وحفظ حق قادم شرين حقنا أوليهين إن هلان لبضة بلوض أو حقوقه سنة كي وعنا كم ده هذا اللذو ذي سيدا تن إن تاسنا هذان كورا بالما فسحت عاتي بين ماشي وهو هي أنا قبل كان سيمول بوال ولا وريه كمان أنا هذا تقال عنه هاي دولة دوي هذا الشيء واحد نوش يقطع حلا يري بحلاه شو إلا ما ريو واحد يجي يقول له بس ترى ما نقرب له ديان من هاي الشغالة وين هاد كده بربرة وانتو هذي بندي مكان كنت شوفتو إن وحن لو تي حالا إن لو إعلام يو تي في كنا لو كشيء غي إن إن بدنا نسوق إنه لو شيء غي حقي دكدة يعني الدولة دكولا هاي مدة يعني نسوق شقين إني إن على الصين يو إن من كنا وحن نسوق قاعد السحقي إن أنا لما استبنا إنه 50% هو يهاي وحن على قلا حلا إن على قلا شقين أنا وهاي كده بربرة فرولا وش قلت لي وحن كده إن الدولة دو وهي أي مركز الشركة مش كورج سي أي نقوب اللقاطي أما سبيرسونال حفيز كشغالها اللي قسم هي أنا لو قرعي شغالها حقا دمبي إيه هرقيس اللي قسم سمي إيه وسارة مالية دشدتو أنا أقول لما قصيد وسارة مالية لما نشقيني دولة دي أنا وشغيني دي كتنا سال وشغيني دي كتنا نكدوري نعطي لها كتنا قوة حيقر لمستر سال سال أنا سكوة فصلا سلام أه شغاليه وقوم الدولة الليرة دي كده dadii dalka lagu soo noqday maantana la keenay shirkad leeyla dibool inay dikada la wareegayso qorshaha ay kula wareegaysana xuquuqdayada oo nala siiyo mooyaane aanay waxba nooga hirgelin ducdo kalena maray ku xinka dikada weyn ee magaalada Berbera Cabdi Cabdullaahi Xasan Mataan iyo madaxa shaqaalaha dikada magaalada Berbera Xasan Ciige ayaa ayaguna dhankooda saxaafada la hadlay iyagoo oo sheegay in aan la duujin doonin shaqaalaha dekedda magaalada Berbera xaq waxa ay u lahayeen xukuumadda Soomaaliland ay bixin doonto waxa ay aragtay booliska markaa ay warar kale suuq ay soo yaran galeen warka laakiin rasmiga ah anagu aanu hayna waxa weeyaan in shaqaalahaasi waxay xaq u lahaayeen ay heli doonaan marka sida awoodeed waxyaabaha la sheegay ee propagandada ee jira shaqaalaha waxaan ku xusanayaa in aanay maqlin horto ruuti marka loo hadlo arimahan إن كسرد السوق أنا بشتغل هذا خلاص بحتره أمامك أمامك سري وقرسية أنا بجلس وسيا منا مع سيد الروج إنه وحوي حقي سيد أهل لوس مي أم بلقو بخنيا وياسين شام علي تلفزيون كعالمي جاه إبلش تي في مقالة عبر براء